كيف كتشوفوا حنا تنتواجدوا امام الملحقه ديال سيدي حجاج واد حصار اثناء الصفقه العموميه ديال سوق تيط من الليل اللي كدار في الاعلان كدوز في البوابه مارشي بيبليك وكل لي زالونس اخرين ديال سودي بريس مثلا الى غير ذلك. كي كتشوفوا الصفقه اليوم دازت الحمد لله بشفافيه وبوضوح، داز كل شيء الحمد لله قانوني، داكشي ما كاين لا ترافيك لا والو. كاينين ست شركات تقصوا منهم جوج لان عندهم ما كيتوفروش على الشروط القانونيه اللي كينص عليها كيتشارج. وكيف كتشوف بقاو اربعه الشركات يعني داز الامور بخير وعلى خير، وشركه بارك زين هي اللي رصت على الصفقه يعني نظرا للجنه يعني درست الملفات وشافت ان شركه بارك زين هي اللي يعني هي اللي كتناسب هذه الصفقه وعندها كاع كل الشروط كلها اللي كتلتزم، وحتى على حساب السيماسيو حتى هي يعني في المستوى وداز الحمد لله كل شيء قانوني وكل شيء. في الاول انما كاين واحد الغلط ما بين الملف الاداري، المهم هذيك راه كاين كل شيء في الكيتشارج، يعني انت خصك تلتزم بهذيك الشروط اللي دايرك في الكيتشارج، يعني ما تتلتزمش بشروط اللجنه عندها الحق تقصيك، يعني خصك كيف كنقولوا خصك تبع القانون، مسائل قانونيه، يعني الا درتي مسائل قانونيه راه كل شيء كيكون الحمد لله. وهذا الرئيس ديال هذه الجماعه وهذه اللجنه الحمد لله كاينه الشفافيه كاين الوضوح، ما كاينش شي حاجه اللي كيف كيقولوا راك عارف الدعايات وخروقات، الحمد لله كل شيء داز الامور بخير وعلى خير وكاينه الشفافيه وكاين الوضوح. حنا درنا مسائل قانونيه ديالنا اليوم، وقفت الصفقه في 216 ما بين 112 حتى 216 كيف كنقولوا هذوك مثلا بالمثل كيجيو سمساره، كيف كنقولوا مثلا كيبغي يبتزوا فهمتيني، كيبتز على اساس باش يكون فهمتيني. كاينين الناس اللي كيف كنقولوا غير تيبغوا شناقه بهذا المثل كيف كنقولوا، والامور الحمد لله راه دازت بخير وعلى خير. حنا جينا درنا المونطو ديالنا داكشي اللي قدرنا عليه وداكشي اللي كيقدر السوق، والحمد لله الامور دازت بخير وعلى خير. وهذا هو اللي كنتمنى وكنتمناو من السلطه تدخل وتحل لنا هذه المزاره ولا دير شي حل، لان ملي كتمشي المزاره من السوق السوق كيطيح، السوق ما كيبقاش هو هذاك، لان المزاره هي اللي كتعاون. كيف كنقولوا مثلا عندك السوق ديال الاثنين اللي تيعمر، يعني كيجيو الناس تيبيعوا كيف كنقولوا المواشي والى غير ذلك، يعني تياخذها منها وتيدخلها للبطوار يذبحها، يعني عندك السوق ديال الاثنين ولا ربع يعني راه ما بقاش، يعني راه كتبقى غير شي حاجه قليله، يعني ملي كيتسد البطوار السوق تينقص، يعني ما كيبقاش ديك المداخل اللي كانت. هذا هو وحنا وهذه الرساله كنوجهوها للمسؤولين يديروا لنا شي حل، يحاولوا يحلوا البطوار، المهم يعطيونا البديل، يعني يعطيونا البديل لان السوق راه حنا مضرورين فيه. وش غنقول لك هذه رساله للسيد العامل، نتمناو يدير التدخل ديالو ويفك لنا هذا المشكل لان حنا السوق راه غاديين في الدمار.